تاريخ آلاف السنين بدأ قبل المسيح، مهد حضارة تمتد من الحيثيين إلى روما، من بيزنطة إلى الإمبراطورية العثمانية، الديوان الدموي وقلعة العذراء وآدم قيلر وكوريغوس وغيرها الكثير في انتظار من يكتشفها. الفضيلة مدينة سياحية اليوم تقدم الطبيعة والتاريخ جنباً إلى جنب مع شواطئها الرملية الذهبية وشلالاتها وأوديتها، المدينة التي تفوح منها رائحة التاريخ. أردمله